مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة كينيترا 36 في هذه الحلقة اللي احنا تستضفنا من خلالها السي عبد الله أحجام. عبد الله أحجام هو لاعب سابق لفريق النهضة القنيطرية، وكان قد عرف بالهدف الذي سجل في مرمى فريق الرجاء البيضاوي، الهدف الذي أحرز في سنة 1982 برسم نهائي كأس العرش. في هذه الحلقة نطرق من خلالها للأجواء اللي كيعيشها في هذا الحجر الصحي، وكذلك المشاكل التي تعيشها فريق النهضة القنيطرية، ومن خلالها نستحضر الهدف الرائع الذي سجله من حوالي 35 متر في شباك فريق عريق اللي هو فريق الرجاء البيضاوي. ابقوا معنا. عبد الله أحجام لاعب سابق للنهضة القنيطرية، يعني مع الجيل الذهبي اللي كان كيخلي البصمات ديالو من الثمانينات، يعني حتى النهايه ديال من بدايه ديال الثمانينات حتى النهايه ديال الثمانينات. ونهضر القنيطرية ما كيخفى عليها حتى شي حد، لان لعبت ثلاثه ديال الكؤوس، نهائيه ديال الكؤوس، وكانوا عندها لاعبين كبار وامثله كثيره كاينه في اللاعبين، منهم ايد صالح، طهريه، جنينه، عدو بالله ما قلت انا، والقائمه طويله. أوضاع شوية صعبة، الإنسان كي يأخذ الحيطة والحذر ديالو، لأن هذا الوباء هو عالمي. الإنسان ضروري خصو يعني يحتاط من هذا الوباء هذا، اللي ما يخفى عليكم حتى شي حد بأن يعني الدولة دايرة جميع الاحتياطات ديالها، وهذا كيشجعنا يعني حتى حنا نسيروا في الاتجاه ديالها. وكنظن الحمد لله حنا أحسن من بعض الدول اللي قاسهم الوباء. نعم، كجميع اللاعبين ملي ما كيبقاش يلعب كره كيبقى عنده واحد الاهتمام بكره القدم، لان هو نشا في واحد الفريق وكيبغي ياخذ يسمع لي اخبار. وفريق النهضه القنيطريه اللي كان شحال هذه هو كيتسنى يعني باش يلقى واحد مجموعه ومدرب ورئيس في المستوى. الحمد لله هذا العام هذا راهما لقاو هذاك الشيء اللي بغاو، وكنظن هذه المجموعه هذه الا بقات بحال هكا بهذا الرئيس وبهذا المدرب هذا، يعني يقدر يمشيو بعيد، لان عندهم مدرب في المستوى ورئيس غيور على النهضه القنيطريه. هذه اللي النهضه القنيطريه اللي كان قبل في الثمانينات اللي كان عندهم جوج العناصر اللي مهمين، رئيس كيغير على الفرقه ومدرب كيغير على الفرقه. نعم، والمقابله كانت يعني في يعني شنقول لك في اجواء غير عاديه. علاش؟ لان كان فريق الرجاء البيضاوي يعني كان كيلعب في الملعب ديالو، وحنا كنا كضيف عند الرجاء البيضاوي. ما تنساش بان الجمهور اللي كان في الدار البيضاء كان 90,000 كله ديال الرجاء، ديال فريق الرجاء البيضاوي. ولكن الحمد لله حنا فاش دخلنا الماتش كانت عندنا الثقه في النفس، والمدرب الكبير الله يرحمه السي بلطام هو اللي كان يعني دربنا على هاد المباراه. يعني الانسان كينسى كل شيء، ودخلنا يعني كفرق يعني كلاعب واحد واخا 11 لاعب، ولكن يعني المفاجاه هي اللي كانت الهدف اللي سجلت يعني في دقيقه 5، اللي كان هدف مشروع، اللي كنظن بان الجمهور هو اللي يعني كان الحكم ديال كل شيء، لان الجمهور كان في واحد الحماس قبل ما يتسجل الهدف. وفاش سجل الهدف كان واحد الصمت يعني رهيب، يعني هذا كيبرهن بان البيت كان مشروع. وحتى دورمي الله يرحمه يعني قرر بشرعيه الهدف، وحتى الحكم في ديك الوقيته قرر بشرعيه الهدف، لانه هو قال ماشي انا اللي منعت الهدف، يعني كان حكم الشرط الله اعلم ما فهمتش علاش رفضوا. وكانت هذاك الهدف الرفض ديالو كان عليه تاثير على النهضه القنيطريه، يعني حتى في المسيره ديالو كان مأثر عليه بزاف. راه الا كان في هذاك يعني المقابله كانت النهضه القنيطريه راه هي الاولى لا في الشامبيونه وكان في كاس العرش، ومن تماك بقات النهضه القنيطريه كانت الرجوع ديالها في المستوى. وكنظن بان كون ما كانش هذاك الهدف مشروع حتى لحد الان 38 عام هما كيجبدوا هذاك الهدف، لان هذاك الهدف راه مشروع. والنادي القنيطري يعني ما يخفى على حتى شي حد هو فريق كبير كيخلي لاعبين كبار، وعنده لاعبين كبار
يعني المشكل ديال نادي القنيطري هو اللعابه يعني اللي كيلعبوا فيه دابا ما كيبقاوش في الفرقه، يعني ما كيخليوش الفريق باش يبقى متكامل، يعني كيمشيو باش كيبيعوا لعاب اخر وكيخليوا اللعب، يعني كيبقى ديما نقص في واحد الفريق. وانا كنظن الا بغى الفريق نادي القنيطري يمشي لقدام خاصو لاعبين ديالو اللي كانوا كيلعبوا فيه قبل، هادوك هما اللاعبين اللي يقدروا يزيدوا بالفريق لقدام لانهم عندهم غيره على الفريق بزاف. وخص انت كنظن رئيس بحال دوم الله يرحمه اللي كان حتى هو كي كنسميوه النوم دو بروفيسيون، اللي كان ولد الميدان وكيعرف اشنو اللعاب شنو خاصو، لان اللاعب ملي كتحط ليه كلشي كتعطيه كلشي كنظن ما غاديش يبخل حتى هو يعطي في المقابلات ويزيد بفريق القدام. وثاني حاجه اللي فريق النادي القنيطري دابا ماشي كفريق نادي القنيطري ولكن ككره في قنيطره بغيت نهضر عليها، هو الملاعب اللي كانوا في الاحياء اللي حيدوهم، هذا اثر تاع المستوى ديال الفريق النادي القنيطري وفريق ديال النهضه القنيطري، لان هذا المشكل هذا حتى واحد ما رد ليه البال. علاش؟ لان ملي كتشوف قليل ديال الملاعب في الاحياء، والملعب الا كان كيكون من الكودرون لاعب صغير ما يقدرش يعطيك في الكودرون ولا يعطيك حتى في ملعب اصطناعي. علاش؟ لان كيخاف لا يطيح ولا شي حاجه، لان قبل حنا كنا كنلعبوا في الطراب كان يعني كاع يعني المهارات ديالك كتبينها وهذا. علاش دابا حتى يعني اندثار ديال الملاعب اثر حتى على المستوى ديال كره القدم في قنيطره، منهم النادي القنيطري اللي كان كيعطي لاعبين كبار. اول حاجه بالنسبه لنا انا كنصح اللاعبين ديال هذا الوقت هذه يعني يكون عنده حب ديال الفريق ويكون عنده حب ديال كره القدم عاد الماديات. علاش؟ لان الا مشى الماديات كنظن بان غيوقع ليه غرور بزاف. علاش؟ اللاعبين اللي قبل كان يعني واخا كانت الماديات ولكن ما كانتش كثيره، كانت في المستوى يعني اللاعب كان يعني حياته اليوميه عنده كلشي موفر، للرئيس ديال الفرقه موفر لجميع هذا جميع الامكانيات. وانا كنظن هذا الجيل هذا يمكن يمشي لقدام بزاف. علاش؟ لان حتى التقنيه ديال كره القدم طورات، يعني بما فيها الارضيه ديال الملعب، الجمهور تا هو ولا واعي بزاف ديال الحوايج اللي ما كانش عند اللعابه القدام، دابا هما توفرت لهم. يعني حتى الغرور انا كنظن بالنسبه لهاد اللعابه اللي دابا كيلعبوا حديثا ما خصوش يتغر، لان الغرور كيؤدي الى الانهيار اللاعب تامه. انا كنظن بان الجمهور ديال القنيطره ما كيبخلش على الفريق ديالو صراحه، هو كيتسنى غير النتائج. وكنظن بان فريق ديال النادي القنيطري عنده جمهور كبير ماشي تاع المستوى ديال المدينه، وعنده تاع المستوى ديال لي زونفيرون ديال المدينه بما فيها سيدي حياه وهذا. انا كنظن كنطلب المسؤولين ديال الناس اللي مسؤولين على كره القدم في قنيطره يعني يديروا مجهود باش يرجعوا شويه الماضي لمدينه القنيطره، ومدينه القنيطره ما تنساوش بان كانت معروفه بكره القدم. وانا كنطلب من المسؤولين كنلح عليهم باش على الاقل اللاعبين اللي لعبوا في النادي القنيطري القدام عندهم تجارب، عندهم تجربه في الميدان، يقدروا يساعدوا حتى اللاعبين اللي كيلعبوا دابا جداد، يعني يعطيهم نصائح وبزاف ديال الامور، لانهم غيحسبهم بحال الابن ديالو والاخر يحسبوه بحال الاب ديالو، لان الاب إلا كان في الجنب ديال الابن كنظن حتى الابن راه غادي يمشي نيشان وما يلقاش المشاكل ديالو.